كما أسفت في بداية النشرة، معي داخل الاستوديو وضيف النشرة الدكتور زكريا محمد صالح نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ. في الأيام الماضية كان هناك وفد سوداني كبير جاء من حزب الوطني الحاكم في السودان، جاء إلى تشاد وعقد العديد من اللقاءات. أنتم كرئيس اللجنة التنظيمية لهذه الزيارة، كيف تقيمون هذه الزيارة وما هي أهدافها وما هي النتائج التي حققتها هذه الزيارة؟ أولا بسم الله. طبعا في هناك علاقة وثيقة بين حزب المؤتمر في السودان وحزب الحركة الإنقاذ. هذه العلاقة عندنا اجتماعات متعددة، هناك اتفاقية بيناتنا بين الحزبين، ورأينا سياسة مؤسس هذه الحركة الاتجاه نحو التنمية، الاتجاه نحو علاقات مع الدول الأخرى، والسودان كدولة جارة لنا وتربطنا معها علاقات وثيقة. لهذا الحزب بدأ محادثات مع حزب المؤتمر، لأن هذه الزيارة لابد أن تكون ولابد أن تنتج مصلحة للبلدين. هذه الزيارة تتركز أساسا على التوجيهات للقيادتين، لمؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ الرئيس إدريس ديبي إتنو، ولمؤسس الحزب المؤتمر الفريق إدريس ديبي. الناس دائما بتحاول سعي إلى جمع هذه الشعب وفض المشاكل بالحوار والتنمية. بناء على ذلك، بناء على أفكار مؤسس الحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، بناء على ذلك نحن بدينا هذه الإجراءات ودعينا إخواننا في المؤتمر الوطني إلى يجون زيارة ونبدأ فيها المحادثات، والمحادثات كانت جيدة وكانت مثمرة. لهذا أهنئ الشعب التشادي بصفة عامة، وأهنئ مناضلين الحركة الوطنية للإنقاذ لأن قدرة هذا القائد بقدرة الرئيس وأفكاره، نحن ارتكزنا على هذه الأفكار وبدأنا نطور هذه الأفكار وبدأنا نساعد وندعم حكومتنا في الاتجاه السليم الذي هي تمشي فيه. نعم دكتور، أيضا أكيد يعني هذا العمل الكبير له نتائج، ما هي أهم النتائج والتوصيات التي خرجتم بها من خلال هذا اللقاء؟ أهم النتائج، نحن كان لدينا اتفاقية مسبقة بين الحزبين، ولكن أهم النتائج هذه المرة ناقشنا الجانب الاقتصادي. الإخوة في السودان التزموا التزام كامل بأن لابد يكون تسهيلات كاملة لرجال العمالة التشاديين، وخاصة تبدأ من ميناء بورسودان. وأكدوا لنا وتأهدوا لنا بأن البضاعة التي تأتي إلى بورسودان وتتجه إلى تشاد هم يشرفوا عليها إشراف كامل، لهم تعليمات بأن رفع الرسوم من البضائع السودانية توصيلها إلى النقطة الآمنة وهي الحدود التشادية. هذا الإنجاز. أكد لنا لابد تكون هناك رابطة بين البلدين ورجال الأعمال خليه يتحركوا. الجانب الثاني قالوا لنا أن هم عندهم الفائض سواء في الأسمنت سواء في الحديد سواء في المواد الغذائية. هذه الفائض وهذا الشيء ما يستعمل في السودان علي أن يستعمل في تشاد، وهذا إن دل على شيء فإنما نحن ارتكزنا على سياسة رئيسنا الانفتاح إلى توجيه المؤسس هذه الحزب، يقول دائما خلينا نتجه، وهم أيضا ارتكزوا أساسا إلى جانب الاقتصادي ولقوا تشاد الدولة المرنة، تشاد الدولة الوحيدة النامية الآن في كل شيء في تشاد بيكون صالح للاستثمار. لهذا توصلنا إلى نتائج كثير جميلة. هل مثلا، طبعا نحن نعرف أن دورة التجارة في تنمية الحركة التجارية في تشاد، هل مثلا رجال الأعمال التشاديين هم مستعدون مثلا للتعامل في هذا الخط مثلا من ميناء بورسودان لغاية الحدود لغاية أبشة؟ طبعا نحن نعرف أن الحركة التجارية تتركز في طريق دولة نيجيريا النيجر، ولكن يعني غالبا ما تجد حتى الفاعلين الاقتصاديين التشاديين لا يلجؤون إلى مثلا ميناء. فهل هناك مثلا سياسة من قبل الحزب الحاكم مثلا رجال الفاعلين الاقتصاديين مثلا يتوجهون إلى بورسودان من أجل نقل هذه البضائع إلى تشاد؟ هذا الاجتماع طبعا على الأساس دعا إليه حزب الحركة الوطنية للإنقاذ ورجال الأعمال التابعين للحزب وليانسيه أنتنا كان جلسوا وحضروا كل الاجتماعات. بعد ذلك حضرنا كل رجال الغرفة التجارية في تشاد هنا، فأنطوا استعداد كامل للبدء
نحن في تشاد الآن دولة مغلقة، دولة مغلقة. نعم. في الشمال عندنا مشاكل بتاع ليبيا، في الغرب عندنا مشاكل بتاع بوكو حرام، النيجر ونيجيريا. نعم. في الجنوب عندنا مشاكل في سنتر أفريقيا. نعم. علينا ولكن بلدنا بشجاعة وقدرة ومعرفة الرئيس ماذا تمتلك؟ تمتلك الأمن. رأس المال جبان داير له أمن. هذا الحوار دخل بينات الإخوة السودانيين، كلمناهم قلنا لهم التجار التشادين يخافوا لأن دارفور ما مؤمنة، وأكدوا لنا تماما تماما أن موجود معهم حتى المخابرات السودانية بتاع كان يبدو يشتغل في الحدود في الترانزيت وكذا، وأكدوا لنا وأكدوا لرجال أعمال التشادين بأننا خلينا نعمل التجربة أولا نشوف وجربونا شوفونا، ونحن عندنا أوامر، قالوا عندنا أوامر، أنت الرئيس البشير أوامر بضمان ضمان كل البضائع التي تأتي من عن طريق بورسودان وتوصيلها إلى الحدود التشادية، إضافة إلى الدعوة إلى السوق الحر المشترك في الحدود التشادية السودانية. وكان رجال أعمال كثير، وهذه لأول مرة يكون هناك فيها الثقة بين الحزبين. وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على أن سياسة الرؤساء الدول الاثنين سياسة حكيمة، ونحن كحزب علينا أن ندعم حكومتنا وندعم نقوي أفكار صاحب الفخامة الرئيس إدريس دبي إتنو. لما جاءت شركة جيات هنا الرئيس طلب منشوف كل ما يوجد في السودان من مصانع، كل ما يوجد في السودان مادة جوبوه، ربما يكون أرخص ربما يكون أقرب لنا. ولهذا هذا نحن بنينا لهذا الكلام وبنينا هذا، دعينا لهذا الاجتماع، والاجتماع كان ناجحا جدا جدا، وإخواننا في المؤتمر الوطني كانوا فرحانين لأبعد الحدود. نعم. ونقل هذا الكلام أيضا إلى الآن في التلفزيون السوداني أيضا، وهم أيضا أعطونا استعداد كامل، واليوم لقاهم مع رئيس الجمهورية كان فرحانين لأبعد الحدود، ورئيس الجمهورية أعطى توجيهات صريحة للرجال التشادين لرجال أعمال التشادين أن يبدو بالجانب العملي، الكلام لا ينفع. نعم. ولذا كان حزب نناشد ونقول للرجال الأعمال التشادين خليه يتجهوا وهم آمنين إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا طبعا توجد هذه الزيارة التي قام بها وفد مؤتمر الوطني الحاكم في السودان بلقاء فخامة جمهورية جبتنو، وأنت أيضا ضمن الحاضرين، فكيف كان الانطباع الوفد لدى خروجه من مقابلة فخامة الجمهورية؟ كان الانطباع لا يوصف، بصدق لا يوصف. الآن وصلوا الخرطوم ونادونا من الخرطوم، وكانت الانطباعهم حتى في الجانب السوداني في الشارع السوداني لقاهم مع رئيس الجمهورية أنطاهم فرحة كبيرة، أنطاهم أكد لهم بأن بكل استعداد، أكد لهم بأن السودان وتشاد دولة واحدة، أكد لهم بأن الحدود هذه مصطنعة، أكد لهم بأن كل ما يحصل في السودان يحصل في تشاد. ولهذا ونحن أكدنا لهم في محادثاتنا قلنا لهم ما لا يوجد حرامي موجود في تشاد ضد السودان، كل المتسللين، كل الذين يريدون زعزعة الاستقرار، كل المرتزقة الذين يريدون دائما الصياد في الماء العكر، قلنا لهم في تشاد لا يوجد، قلت أيضا في السودان أمنوا هذا الطريق ينتهي كل شيء. نحن سياسة رئيسنا واضحة، سياسة دولتنا واضحة، وهم أيضا أكدوا لنا تأكيدا كاملا وحملناهم المسؤولية. والآن نحن نعتبر بدأت في الطاولة المستديرة في فرنسا ثم جاءت في الخرطوم، ولكن أيضا جاءت في السودان. من السودان الآن في نجمينا بدأت الطاولة المستديرة خاصة لرجال المال والعمال، وخلوهم يبدو وإن شاء الله يكونوا ناجحين. جميل دكتور زكريا محمد صالح، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، وسؤال أخير، كونك نائب رئيس مجلس الأحزاب الإفريقية قد اخترت في الفترة الماضية تمثل تشاد في مجلس الأحزاب الإفريقية، وقد فوجئنا وفوجئت إفريقيا كلها بهذا القرار الغبي الذي اتخذه ترامب، وضع تشاد في قائمة الدول المواطنها لا يدخلون الولايات المتحدة، فأنت كنائب رئيس مجلس الأحزاب الإفريقية ما تعليقك حول هذا القرار؟ هذا القرار قرار صراحة مؤسف، وقرارات ترامب معروفة لدى العالم، قرارات ماذا فعلت تشاد؟ نحن نتساءل والشارع بيتساءل وكل العالم بيتساءل، وحتى الأحزاب الأفريقية الآن اللي أنا بمثل نائب رئيس رئيس مجلس الأحزاب الأفريقية، كتبت لهم وردوا لنا بيتساءلوا ماذا يوجد في تشاد، ماذا فعلت تشاد. نحن لا نستغرب الآن في السياسة الحالية الأمريكية لا نستغرب، ولكن نحن كحزب حاكم ندين وبكل شدة ما هي السبب
في دول الآن زي كوريا تصنع أسلحة كيماوية، زي فنزويلا الديمقراطية. نحن فزنا بديمقراطية حرة نزيهة، نحن الآن عندنا أكثر من 200 حزب، نحن عندنا حرية الصحافة، نحن ما في سياسي واحد في دولنا في دولتنا مسجون من أجل السياسة، نحن نحارب الإرهاب نحن ما عندنا سجين واحد سياسي في رأيه. فقرار ترامب والله لا يهمنا. البدورة من الإخوة في تشاد والمناضلين الحركة الوطنية، خلينا نشتد، خلينا نكون نحن عندنا قيادة حكيمة، عندنا قائد فارس، قائد ذكي، خلي هذا القرار نخدم بلدنا، وبدلا من نمشي أمريكا خلينا نجي في تشاد وعندهم خبرة يجوا في تشاد ويقووا بلدهم بدلا من القرارات هذه العشوائية. وأنا متأكد هذه القرارات، هذا القرار لقيادتنا لا يحرك شيء ولا يحرك ساكن، ونقول للمناضلين حيا إلى العمل، لا يهمنا إذا خلينا أمريكا ماذا إذن هذا القرار لا يسمن ولا يغني، لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن ماذا يقدم لنا؟ ما عندنا شيء نحن نخاف عليه، ما عملنا في ولا في عالميا ولا إقليميا ولا وطنيا. نحن نزهاء، وحزبنا سيستمر، ورئيسنا سيستمر، وسياسة هند ترامب المتخبطة خليت تمشي الولايات المتحدة الأمريكية. نحن ليس لنا علاقة بهذا التفكير الأشواعي، التفكير تطفلي، وسياسة ترامب الآن الماشي ليس في تشات وحدها، بل التخبط موجود في العالم كله قاصوا، لأن هذا تخبط، وده هنا لا يقومنا منه إن شاء الله. شكرا دكتور زكريا محمد صالح، نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ. السيدة السادة، إذن بهذا نصل وإياكم لنهاية هذه النشرة الإخبارية العربية. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، حتى ألقاكم، دمتم في أمان الله. شكرا.